كرسي مال المظلومين. السلام عليكم اعضاء البرلمان الجدد. اسمي اسماعيل رشيد من اهالي بغداد منطقه الحسينيه. يا الله بسم الله. عندي ثلاث اولاد، اكبر واحد عمره 6 سنوات. الله. يعني يوميا اروح المظاهرات همين اوصل صوتي، والاكل الزايد بدل ما ينذب بالاوساخ اجيب لعيالي تمن مرقه شو شن اللي يبقى متفضل. أيها الشعب العراقي الحبيب بكل طوائفه وأعراقه وأقلياته وانتماءاته وأديانه وعقائده وأفكاره وتوجهاته مهما كانت، لا يوهمونكم أن ما يحدث من ثورة هو صراع على السلطة. يمنح أنصاره حماسا كبيرا عند نشر أي تغريدة أو خطاب مثل ما حصل في بداية المظاهرات. جميع هؤلاء هنا من الطبقة الفقيرة والعاطلين عن العمل. هؤلاء يأملون بتغيير جذري للنظام القائم في البلاد. لا كهرباء، لا مي، لا دعم منه، كل شيء ماكو. بعد لي بالباب بعد ما طاب للمجلس الهواء يكفخ. ماكو شيء. مين بالخير هم؟ والله العظيم ما مفكرين فينا. اذا اخذك ويا البيت دقيقه ما تضل من الحر. كهرباء ماكو. اهل المولدات هم شادين فوقانا لين بيرب 10. زين احنا منين نجي؟ منين نجي؟ تعبنا والله تعبنا. شغل ماكو. هاي المعامل ليش ساديها؟ هذا مكان استراحة النواب. يقول المتظاهرون إن النواب هنا كانوا يتقاسمون العقود فيما بينهم بين أحزاب ومجموعات. كل هؤلاء لم يكونوا يحلموا أن يدخلوا إلى مبنى البرلمان، لكنهم الآن يأكلون هنا، يدخنون السجائر ويدخنون الشيشة. يمدون أرجلهم براحة مطلقة أثناء استراحتهم وينامون. في بعض الأحيان يصيبهم التعب الشديد إلى درجة أنهم لا يسمعون الهتافات والصراخ الذي يتردد في آذانهم. هذه قاعة المؤتمرات الصحفية في البرلمان. يأتي المتظاهرون على شكل مجموعات لعقد مؤتمرات صحفية. هذا البرلمان يتحدثون فيها عن معاناتهم وحياتهم الصعبة. اوقف يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا نريد اصلاح، اريد شغل، اريد تعيينات. يعني لا الى متى احنا نشتغل هيك؟ يعني اكو شباب باتت من الجوع، عوائل فقره. هاي المظاهرات مو بس بالتيار الصدري، هاي المظاهرات لكل الشعب العراقي. في هذه المظاهرات ثمة مسؤوليات على النساء كما هو الحال بالنسبة للرجال. بعضهن تواجدن داخل قاعة البرلمان حتى لا يقتصر المشهد على الرجال فقط. يصدرن البيانات السياسية الخاصة بهن
بين حين وحين. جوحتونا ومرمرتونا وخطفتوا ولدنا من عندنا، خليتوها صارت طلع استطلاعات، خليتوها صارت عصايف، خليتوها صارت كتائب، فرعنتوا العالم، قضيتوا العالم، الله ينتقم عليكم إن شاء الله. هسا تردون ولدنا من مذهب واحد انتكاتل بيناتنا؟ إذا هم زلم ما يصيرون وياكم، إذا هم زلم حطوا ديهم بيديكم على مود الرواتب، هم رواتب تجيكم، ولده هم رواتب تجيكم، من يصير سيد مقتدى أو يصير غيره من الشعب، المهم واحد يفيد الشعب. ما فتونا بعد، ما نريدكم، شذرتوا علينا وقلتوا احنا الشيعة، لعد هو هذا شو اسمه المالكي هو بيت عليان اصلا يهودي، وجا نزل بكربلاء او نزل بكربلاء انسان يهودي، اقول له رديت على اصلك صهيوني، رديت على اصلك صهيوني، رديت على اصلك صهيوني. غالبية المشاركين في هذه المظاهرات قدموا من الأحياء الفقيرة ببغداد. بعض من هؤلاء يستثمر هذه الفرصة للحصول على لقمة العيش. إسماعيل الرشيد عمره 62 عاما وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، يجلس في البرلمان متعبا. جاء من منطقة الحسينية إلى مبنى البرلمان قاطعا مسافة 40 كيلومترا عن مبنى البرلمان. إسماعيل نموذج لآلاف المتظاهرين من الفقراء والعاطلين. السلام عليكم نوابنا الجدد، شلونكم اخواننا؟ يا ولد هالمرة اذا عفتوها والله نضيع. فالشعب كله اللي ما طلع، المريض والطفل والمرأة والشايب كله بشارب الله وشاربكم، لا تحفونا هالمرة اذا عفتوها والله نضيع، العراق كله يضيع، كله يضيع. اصمدوا، يروحون يروحون، عندهم بلدان وعندهم بلد، بس احنا باقين واريد اصير عضو وياكم بالبرلمان. اعطونا كرسي 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 مال المظلومين. اي والله هذا لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، بالروح يا حسين، بالروح بالدم نفديك يا عراق، بالروح بالدم نفديك يا عراق، بالروح بالدم نفديك. يعني هاي الشباب ما عدا شغل وعمل غير عطاله بطاله، شنو السبب الجو اللي جاي؟ جايين فسحة؟ لا مو فسحة، جايين منظم، كل واحد قاعد حتى القندرة بيها شو اسمها تبريد. هذا كرسي مال من؟ يا الله سلام عليكم أعضاء البرلمان الجدد. يا الله بسم الله بسم الله. شوف البخيت الله يا باب عرسوا معا ثم قاعدين هالقعدة. والله ما نعرف انبوق، احنا لو انبوق الشعب كان بقناهن، ولكم هذا الشعب، هذا الشعب خطيته كله برقبة البرلمان. الشعب يريد حكم رئاسي وهذا نلغي البرلمان واحنا نصير برلمان وحق مو تبوقون. ارباكم ترى يطلعوني لين ما طلعوهم. Thank you.
يعاني من مرض السكري ويشعر بأن وضعه يتأزم، لذلك يريد أن يصل إلى منزله بأسرع وقت. يوم المظاهرات بعد الصبات موجودة بساحة التحرير ومنعون شرطة الاتحادية، لقيناهم واقفين هم والجيش، ما خلونا نطب ولا خلونا نقترب من الصبات. كانوا محاطين بيننا وبين الصبات أسلاك شائكة. الساعة 5 أني الفجر أني موجود بساحة التحرير، ما خلونا. المهم صرنا عليهم وقلنا لهم انتوا ولدنا واخوتنا لا تحمون ذول الفاسدين، خلونا نطب عليهم نخلص من هالزمرة، لان هاي صارهم 19 سنة اذوا العباد والبلاد. كل القرارات اللي يتخذونها لصالحهم ينفذوها بنفس اليوم، وأي قرار يفيد الشعب ما ينفذونه. احنا جينا نزيح. إسماعيل وهو سائق توك توك وبسبب حالته الصحية غير المستقرة لا يستطيع مزاولة عمله، ويعرف تماما معاناة سائقي التوك توك أكثر من غيره. والله الحكومة الحالية صدرت هاي التكاتف ما يبلغ سعرها مليون، مليون ونص أو مليونين، يبيعوها على الشعب للشباب بخمس ملايين. دول الشباب يشتغلون بالتوك توك، أفرض ما يروح يبوق أو يسلب أو يبيع كريستال أو يتاجر بالحبوب المخدرات، فمحاربين الشباب. يعني تصور انت من مدخل ساحة الطيران ممنوع توك توك الطب على ساحة التحرير، ليش؟ لان ثورة تشرين كسرت خشمهم الحكومة وحاربوا بالتوك توك، حاربوا محاربة عبن نقل الجرحى، واكثر العالم اهل التكاتك مصدر عيشتهم هو التوك توك. للحسين يا عمي جيت أمر. يلا يا الله، عندي الضغط والسكر ده يرتفع، وهسه حاليا أنا السكر عندي مرتفع فما أقدر، ما أجيت بالتوك توك. هسه على مود الوضع الأمني ما يتحمل أنه أنا هسه أجي بالتوك توك أو الطرق مسدودة، لذلك جيت بالتاكسي هسه ولا حرجع بالتاكسي. لأن إذا سجل بصمة التاريخ يسجل. الحمد لله على كل حال. حوس اللي فيانا والله يا الله. بسم الله يا بابا تعال يا بابا بابا تعال تعال ايوب يلا تعال بابا يلا ولدي يا الله. بسم الله عندي ثلاث أولاد، أكبر واحد عمره 6 سنوات، وما عندي معين بس الله عز وجل.
هذا اليوم. يعني يومية أروح المظاهرات همين أوصل صوتي، والأكل الزايد بدل ما ينذب بالأوصاخ أجيب العيال يتم مرقة شو شن يبقى متفضل لحم، لأن إحنا اللحم ما نقدر نشتريه ولا الدجاج نقدر نشتريه، الوضع ما يساعد. هذا ايه جوتني ناس قايضتني عليه مبلغ 10 ملايين دفعوا لي بيه، قالوا حسن وضعك ليش انت هالشكل فقير وحالتك تعبانة يا بشون؟ قال انا ما عندي ظنة وبيع لي هذا ابنك ب10 ملايين. قلت له ما شلون واحد يبيع ظنة؟ والله يا باك الحجار ما بيع ظنة. مين يجيب لك كباب؟ مين يجيب لك؟ هروح على عمو. الله كريم الله كريم الله كريم. كباب ما يروح عليك. خلاص إبراهيم. تعال شوف أربيل، شوف سليمانية، شوف دهوك، يعني جنة حشت جنة. تعال شوف بغداد، بغداد بغداد صار يرثى لها قتل، تهجير على الهوية طائفية. مللونا حتى كرهنا حتى بغداد. والله عندي اصدقاء هنا اللي يمشون يروحون لاربيل يسولفون يقول تعال شوف اربيل جنه الله على الارض، جنه الله على الارض، ناس ترحم. ليش هم ما يفرقون عنا شيء؟ الاكراد هم اخوتنا، احنا هم بشر واحنا بشر. والله العظيم اني هسه امنيتي غير، اعيش في اربيل، اعيش في سليمانيه، لو هيك عندي والله العظيم لو عندي غرفه غرفه اقعد هناك. ليش مجتمع بي رحمه، مجتمع بيه مروة، مجتمع بيه إنسانية. تقع منطقة الحسينية إلى الشمال من بغداد، ويعيش فيها ما يتجاوز عن 250,000 نسمة. مثل سائر المناطق تعاني الحسينية من انعدام أبسط الخدمات كما يقول الأهالي هنا. هنا أنا لا مي لا كهرباء لا هاي، يعني وضعنا حيل تعبان حيل تعبان. شو نسوي؟ شو نسوي؟ وين نروح؟ وين نروح؟ لا عندنا إمكانية نعدل وضعنا ولا عندنا واحد يقدر يعيننا ويساعدنا. هنا أنا كل من يقول يا روحي الأحياء الفقيرة في بغداد لا يمكن أن نقارنها بالمنطقة الخضراء التي يتواجد فيها السياسيون والحكومة، وهذا الفرق هو الذي أصاب المتظاهرين بالصدمة وجعلهم يواصلون تظاهراتهم ويصرون على مطالبهم المتمثلة بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة. استغلوا المنصب النفس وما استغلوا للشعب، ولو مستغلين الشعب وفايدين الشعب وموفرين له أبسط حقوق. داعب كهرباء ما يحكي، أول ما طب باب البرلمان التبريد يضرب يفخ بوجهك، والكهرباء ما هي مقطوعة 24 ساعة وعايشين برفاهية ولا حاسين بالشعب. حكم فاسد وجابونا صبوا أمريكا إنه، وهم ذيول لإيران والأمريكا وللدول الخليج. يعني هو فكر انه سياسي ما يفكر بشعبه، هو فاشل. تمضي التظاهرات بشكل منظم، يشرف المسؤولون العسكريون في سرايا السلام على تأمين هذه المظاهرات. بعض القوى الأمنية موجودة داخل مبنى البرلمان وخارجه، لكن لا سلطة لها سوى مراقبة الوضع.
لإظهار قوته الجماهيرية لم يتوقف التيار الصدري عند البرلمان فحسب، بل بدأ بالتحشيد لإقامة صلاة موحدة في ساحة الاحتفالات بالمنطقة الخضراء. أداء الصلاة في هذا المكان له دلالات ورسائل سياسية وعسكرية عديدة للماضي والحاضر وللمستقبل. هنا كان صدام حسين ينظم استعراضاته العسكرية، وهذه الرسالة الأولى للصدريين عن الماضي. وفي نفس المكان أجرى الجيش العراقي والحشد الشعبي استعراضاتهم العسكرية، وكانت هذه رسالته الثانية للقوات العسكرية الحالية في العراق. الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الله أكبر. أما رسالته للمستقبل فهي في حال لم تلبى مطالبهم فأنهم يستطيعون في المستقبل تنظيم مظاهرات في قلب المنطقة الخضراء وكل المناطق التي يريدون السيطرة عليها.